قالوا اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. شلونك اخوي العزيز؟ حضرتك شيعي؟ والله بخير حال، في نعمة وفضل من الله. الحمد لله والشكر شيعي، الحمد لله والشكر. طب حضرتك سؤالك في العصمة، اتفضل اسأل اي سؤال في العصمة. لا بس سؤال، ما خارج الموضوع هذا، بس سؤال استفسار. يعني لا ما نفس الموضوع اتفضل، طالما في نفس الموضوع اتفضل اتفضل. لا حاب استشرع عندك انا، يعني الله يحفظك. اتفضل، طالما في نفس الموضوع اتفضل. جواز المسيار حلال او حرام؟ بس يعني فقط عند الابناء العام. يعني حرام، لو احنا قلنا حرام. اسمعني بس، اسمعني بس، واحده واحده. انت سالت سؤالك، خليني انا اجاوب. لو قلنا المسيار حرام، طب حرام ليه؟ مع ان كل اركان الزواج متوفره فيه. يعني انا دلوقتي راجل من اسكندريه، شغلي في القاهره، تمام؟ نعم تمام. ناس جابوا لي واحده، تمام، ست محترمه، وقالوا لي اتفضل يا وليدي اسماعيل اتجوزها. امتى اتجوزتها؟ الست المحترمه دي قالت لك والله انا مش عايزه منك مصاريف. طب جزاك الله خيرا، ما فيش مشكله. رحت لابوها، خطبتها منه، اتجوزتها منه، اهلها عرفوا، اهلي عرفوا، تمام، عملنا اشهار، والست دي كل ما بروح القاهره بعدي عليها ابات عندها. ايه المشكله بقى في كده؟ يعني ما في مشكله، بس الجواز، ما هي شروط الزواج التي خالفها زواج المسيار؟ اسمح لي، مو هسه احنا، احنا الشيعة عندنا مراجع، واحنا ناس مقلدين، كما مقلد المرجع ماله. عندنا بعض المراجع، عندنا المتعه حلال. انا ما كلمتك عن المتعه دلوقتي، انا ما كلمتك، انت بتسالني عن المسيار. حضرتك انت بتسالني عن المسيار، فانا سالتك سؤال، هل هناك ركن، هل هناك ركن في المسيار مش موجود؟ يعني مثلا في الزواج عارفين ان لازم تديها المهر، واخد لي بالك، لازم في اشهار، وتنكحها من وليها، يعني تجوزها من وليها، تمام. ايه بقى، ايه المشكله بقى؟ ما في مشكلة، يعني زواج رسمي شرعي. الحمد لله. يعني انت كده حضرتك، لا وازيدك كمان، ان سيدك السيستاني اباح المسيار، يعني قال زواج صحيح، يبقى احنا كده خلصنا المسيار. عايز تروح للمتعة؟ اتفضل بقى، يلا. يعني هسه المسيار حلال ما في مشكلة. حضرتك عايز تتكلم في المتعة، اتفضل. لا اسمح لي، مو هسه اسمح لي، احنا تعال صاحبي يمي العم ابن اخوتي يتم. انا هسالك بس واحده، انا هسالك حاجه في المتعه، بس هسالك حاجه في المتعه، هسالك في حاجه في المتعه، نعم. تمام، نعم نعم. هل يجوز لي انا كراجل شيعي اتجوز واحده شيعيه بدون ان ابلغ اهلها؟ لا. عندكم احاديث بذلك؟ خلصنا من النقطه الاولى. هل يجوز لي انا كواحده شيعيه او واحد كشيعي واتجوزت واحده متعه وبعدين شكيت ان ليها زوج، هل ليا ان انا افتش ليها زوج ولا مالهاش زوج؟ اسمح لي، احنا يا استاذ انا بسالك بس، بسالك معلش واحده واحده، بسالك بس، بسالك. ها؟ هل يجوز لي انا دلوقتي اتجوزت واحده متعه فشكيت ان ليها زوج، فهل ليا ان انا اشك ان ليها زوج او افتش ان كان ليها زوج ولا لا؟ تحكم عليها كده. معصومك قال ما تفتش، طب خلاص، معصومك قال ما تفتش، انا باخد الاجابه السريعه وخلاص، تمام. طيب انا زوج واحده متمتعه، يعني انا اتجوزت واحده وتمتعت بيها، فجم الناس قالوا لي دي ليها زوج، هل ليا ان انا افتش ان ليها زوج ولا ملهاش؟ الناس قالت لي، قالت لي خلي بالك الست الطيبه دي متجوزه، هل ليا ان انا افتش ولا لا؟ حرام، تحرم عليك المطال، تحرم عليك. المعصوم قال لك ما تفتش، حتى لو الناس قالوا لك ليها زوج ما تفتش، يعني ما تسالش، يعني خليك في اللي انت فيه، تمام. ادي الناحيه الثانيه، اسمعني بس، احنا لسه جايين، لسه السكه طويله، السكه طويله. احنا اهل السنه يا جماعه عندنا، نعم، عمر حرم المتعه، وعلي بن ابي طالب حرم المتعه، تمام، وجمع من الصحابه حرموا المتعه، فاخذنا بتحريم عمر وتحريم علي بن ابي طالب، لان انا ناسخ فيهم وناسخ في الصحابه. انتم اخذتم حليه المتعه، تمام. انا واحد من الناس لا بحب خالتي تتمتع ولا بحب امي تتمتع
ولا بحب مراتي تتمتع من ورايا، ولا بحب بنتي تتمتع، ولا بحب عمتي تتمتع. تمام، احنا كسنة خلاص الحمد لله رب العالمين. انتم بقى كشيعة القضية ما بينكم ما بين بعض، هناك تحريم من علي وهناك تحريم من جعفر الصادق، ولا يفعلها عندنا إلا الفواجر وإلى آخره. فخلاص انتوا أخذتوا بحلية المتعة، مبروك عليكم. وأنا النساء أنا اللي بتتمتع ونساءكم انتم. اسمح لي بسؤال. اتفضل. منو اللي حلل المتعة؟ الذي أحل النبي صلى الله عليه وسلم لسبب ما ثم حرمت. دقيقة دقيقة دقيقة، اسمعني بس، اسمعني بس، والله تسمعني، والله تسمعني، والله تسمعني، والله تسمعني. سألتني سؤال، أنا بسألك. ليش ما تخلينا نكمل سؤالي؟ ما أنت سألت سؤال والله. لا لا لا، ما كمل السؤال يا أخوي يا طيب. بس يا سؤال يا طيب يا طيب، يا الله يعافيك، بس اسمح لي رحم الله والديك. اتفضل. وانا احترمك ولا كل التقدير. اتفضل. هل يجوز رسول الله ما يوحى الا عن وحي يوحى يحلل وبعدين يجي خلفاء يحرمون؟ هل يقلهم ما افهم من عنده؟ طيب جميل او حلو او حلو 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 حلو, حلو, حلو. انت بتقول هل النبي يحلل شيء ونحن نحرمه؟ صح صحيح. جميل قوي. طيب آية ما، اسمعني بس، آية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. الله عز وجل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات ثم ينسخ هذه الآيات، فهنا النسخ يعتبر تحريم ولا ما يعتبر تحريم؟ بس اسمح لي أنا اسمح لك، يبقى أنت عرفت المغزى. شكرا لي، أجابتك بسؤال بإجابة بسيطة، أجابتك بإجابة بسيطة.